نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الرائدة في مجال التقنية ورشة عمل حول توظيف الأدوات المنخفضة التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصة مايكروسوفت. هذه الورشة شارك فيها نخبة من المختصين ومدراء ورؤساء وموظفي تقنية المعلومات في قطاع تكنولوجيا المعلومات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في مملكة البحرين، حيث تم تسليط الضوء خلالها على جملة من الحلول الرقمية والمميزات المتعددة الداعمة لإطلاق التطبيقات وتطوير الخدمات الإلكترونية. ورشة نوعية ومتخصصة قدمتها شركة مايكروسوفت بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، استعرضت فيها أحدث الحلول الرقمية والمميزات المتعددة الداعمة لإطلاق التطبيقات وتطوير الخدمات الإلكترونية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. تركز على موضوعين مهمين. الموضوع الأولي هو كيفية تبني عمليات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء تطبيقات ذكية، كذلك تركز على تقنية جديدة هي استخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية، راح تساعد مطورين التطبيقات والبرامج في حكومة البحرين أن يطورون التطبيقات بسرعة يمكن أكثر من 30% من السرعة الحالية. كذلك راح تساعد كثير من الجهات أن يطورون التطبيقات بتكلفة يمكن تصل إلى 70% أو أكثر، وهذا شيء يمكن تطمح له حكومة البحرين أساس تساعد في تسريع عملية التحول الإلكتروني في الجهات الحكومية. المتحدثون في الورشة قدموا شروحات تفصيلية حول الحلول المتاحة عبر منصة مايكروسوفت وطرق توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الحكومي من خلال الاعتماد على الحلول المتاحة. ركزنا فقط على مسألة لو كود نو كود، هذه في على مستوى البرمجة. لاحظنا أن هناك نقص حاد على مستوى المبرمجين على مستوى العالم، ربما يصل إلى 4 ملايين مبرمج. كذلك نتوقع خلال 2025 بنحتاج إلى 750 مليون أبليكيشنز تطبيق. كل التحديات تحتاج لها من الجهة الأخرى تسارع كبير جدا في توفير البنية الأساسية للمبرمجين. لذلك خرجنا ب لو كود نو كود وأضفنا لها الذكاء الاصطناعي. اليوم بشكل عام نتكلم عن هذه النقاط، كيف ممكن نستفيد بالذكاء الاصطناعي ولو كود في تنمية قدرات الموظفين بحيث أنه تسرع عملية الابليكيشن هذه، ما تأخذ وقت طويل جدا، تسرع كذلك الموظفين في أداء وظائفهم بطريقة أفضل. المطورون والمبرمجون للتطبيقات الإلكترونية تعرفوا على جملة من التقنيات الحديثة والمتقدمة التي طرحتها مايكروسوفت عبر هذه الورشة، ليكونوا متمكنين من اللحاق بركب التطور التقني في هذا العالم المتسارع والمليء بالتحديات. في هذه الورشة يتعرف المشاركون على كافة التقنيات الحديثة والمتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها لإيجاد المزيد من التطبيقات الذكية والمتطورة، فتطرح من خلالها خدمات حكومية إلكترونية متقدمة وسريعة في مختلف المجالات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.